افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ. ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقية، وبحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية. وتناقش الاجتماعات قضايا تحول إلى الاقتصاد الأخضر بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ COP27 وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية. شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا حول المخاطر والتحديات المناخية التي يواجهها العالم خاصة القارة الإفريقية. استعرض الفيلم التسجيلي التحديات والإشكاليات التي تم التطرق لها والتي تواجه القارة السمراء، وأشار الفيلم إلى مخاطر الاحتباس الحراري وكيفية التكيف مع الكوارث المناخية، فضلا عن وجود آليات لمواجهتها، فضلا عن ضرورة الاستثمار في البنية الخضراء. اندلعت اشتباكات متقطعة في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الثلاثاء وبعض المناطق في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك بعد ساعات من دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ مساء الاثنين. ودخلت الهدنة بين طرفي النزاع في السودان حيز التنفيذ مساء الاثنين بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، ويفترض أن تستمر 7 أيام قابلة للتجديد تنفيذا لاتفاق وقعه ممثل الجيش السوداني وقوات دعم السريع بمدينة جدة في السعودية بواسطة سعودية أمريكية. نشر نادي ريال مدريد بيانا صحفيا جديدا على موقعه الإلكتروني تطرق فيه لما حدث مع لاعبه فينيسيوس جونيور الأحد في المباراة ضد فالنسيا. وذكر بيان النادي: يتقدم نادي ريال مدريد بالشكر لجميع لفتات المودة والتضامن والدعم التي استقبلها من جميع أنحاء العالم تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور. وأضاف: يجب القضاء على الاعتداءات البغيضة والعنصرية في مجتمعنا إلى الأبد، وهذا ما أكدته شخصيات في جميع المجالات ومن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية بعدما حدث في ملعب ميستايا. وأعرب البيان عن امتنانه لجياني إنفينيتو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقدم بالشكر إلى رئيس البرازيل لولا دا سيلفا وكذلك جميع اللاعبين الذين قدموا الدعم لفيني. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته. كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة. كما ناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.
حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.